انطلقت مساء أمس في الجزائر بل انطلق مساء أمس في الجزائر وتحت شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية المؤتمر 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية. وناقشت البرلمانات 37 المشاركة في المؤتمر قضايا متعددة تعنى بالإسلام والمسلمين وعلى رأسها القضية الفلسطينية. انطلقت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 37 دولة من بينها الكويت بوفد يضم 14 عضوا من مجلس الأمة لمناقشة أهم قضايا الساعة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أخذنا بعين الاعتبار في هذا اللقاء العربي أهمية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية نتاع الجميع، هو تصفية الاستعمار ونقارنها حتى مع الاستعمار نتاع الجزائر، لأن استعمار استيطاني أيضا. والشيء اللي راه تعيشه فلسطين حاليا في هذه الأيام القليلة تتطلب منا كلنا أن نكونوا على كلمة واحدة، على موقف واحد حول الكيان الصهيوني. وقد سبق انطلاق أشغال المؤتمر الذي يحمل شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية جلسات تحضيرية تم خلالها منح دولة الكويت 3 مقاعد في 3 لجان مهمة في الاتحاد. لله الحمد استطعنا احنا كبرلمان كويتي الحصول على 3 مقاعد في 3 لجان دائمة، لجنة فلسطين ولجنة الأقليات ولجنة الشؤون السياسية. كذلك نثمن ما أتى على لسان رئيس البرلمان الجزائري حول موقفنا نحن كدول أعضاء في هذه المنظمة بخصوص القضية الفلسطينية، وندعو جميع الدول إلى توحيد وجهات النظر والصفوف في الدفاع عن هذه القضية، القضية التي تعتبر أولوية بالنسبة للدول الإسلامية. وتهدف الدورة إلى الخروج بقرارات وتوصيات تخدم الشعوب الإسلامية عبر تعزيز دور المنظمة وتوحيد الصفوف لمجابهة الحملات الغربية المعادية للأمة ولمقدساتها. حكيمة دماز، تلفزيون دولة الكويت، الجزائر.